بإشراف السيد المحافظ المحترم الأستاذ عبد القادر الدخيل، وبإشراف مديرية بلدية الموصل، باشرة قطاعات وكوادر بلدية الموصل والشركة المنفذة بتبليط الصيادين الصورة الذي وصلت مرحلة الإنجاز به 80%، وإن شاء الله الساعات المقبلة يتم تبليط الصيادين بالكامل. لكن يعني تبقى الأفرع والمداخل على هذا الصيادين مغلقة 3 أيام بعد ينفتحون الصيادين. حي الحدبة خدمات جيدة من قبل بلدية الموصل قبل المحافظة، ومشكورين على هذا الجهود اللي يبذلوه، جهود جيد، تبليط جيد وعمل متواصل ليل ونهار وإداء جيد، والله من الصبح لليل لا متواصل ليل ونهار. أنا صاحب محل كاسب، أنا صار لي بالمنطقة 25 سنة، وين كانت الشوارع ما يمشي بيها،